يعني انا مثلا في واحد يقول لي انا حابب الاغنيه دي يبقى الستايل مثلا الغربي فيها طاغي على الستايل الشرقي، الديتيلز اللي جواها ف يعني يطحنها اياها يخليها بنوع ان تصير نواف، عرفت اللي انت تبي تغني شيء وبنفس الوقت ان الاغنيه مثلا خلينا نقول مصريه او خليجيه، هذا هو المهندس يقدر يسوي لك الاغنيه هذه تصير على طريقه ستايل تكنو وبنفس الوقت فيها ايقاع خليجي شيء بالضبط، وممكن يخلي لك اياها عاديه بيور بس ان مجرد الايقاع سمبل. بس طبعا ما شاء الله عليك انت مهندس احمد يعني. بس انا عندي سؤال اقول لك اياه بس عشان اجاوب بتوقف الخلاف بين اخواني، اخوي الكبير يحب التكنو واخوي الصغير بحب اغاني الروك، اغاني اللي الانسترومنت يكون طبيعي ما يحب هذه الاصوات الماكينه ولا يسموها الالكترونيك. انت ايش يعني الكريدت بيروح لمين اكثر، للتكنو ولا للروك؟ دائما الضارب بقول لا اغنيتي احسن. بالنسبه لي لازم اكون في وظيفتي دي محايد، مش هقدر احط يعني ما راح يعطيك الجواب. بالضبط، ما اقدرش احط انا شخصيتي على شخصيه، لا الاغنيه هي محتاجه ايه. يعني ان انا ما احب تكنو ما اسوي لك تكنو ما يصير. بالضبط كده، ما ينفعش تحب كل شيء. ما ينفعش اني افرض انا ذوقي الخاص على اغنيه. بس مو على ذوقك، على الجهد. يعني التكنو بحس انها كلها بالازارير، بس الروك تجي لازم تتعلم ويلكم تو ذا الروك، انك لازم تعرف كيف تلعب الانسترومنتس وكل الانواع ولازم تسمع وهذا ممكن التلحين شويه بدري يتعشي اكثر. مش عندي الموضوع ده، انت كده راح تتخصص. يعني انتوا الاثنين جاوبوني السؤال هذا، بس الاثنين ابغاهم يرتاحوا من بعض. مو بالسمع تقولي عن اي ستايل ان هذا اسهل من هذا، يعني التكنو او الهاوس او الفانس او الستايل اللي هو الستايل هذا ترى اصعب من ان احد يعزف ريل انسترومنت، لان هذا الصوت الواحد يقعد يمكن 4-5 ساعات عشان يوصل حق اللي يبيه. اما آلة الجيتار مثلا موجوده، يعني انا الحين اذا محتاج جيتار اوصل الجيتار واعزفه، اما هذا الصوت ابيه غير، يعني اخذ من شيء صغير اسوي اللي مخي. نفس مايكل جاكسون، ليش دائما متميز؟ لان الايقاعات البيز اللي فيها كل آلاته بيتعب عليها قوي عبيل معاه. ليش يقعد 4 سنين؟ ما يقعد متعمد، يقعد يبني شيء مو موجود بالسوق كله. مو ان آلة يجيبها ويطلع صوتها وخلاص. بالضبط. بالضبط. بيختار الأصوات صح، يعني بينقيها عارف ايش هو يبغى. استاذ بدر، وقت اذان الاغنية يمكن شافوا بالتقرير بعد مشاهدينا، انت كنت تقول لنا تيرا تيرا كذي، كنت قاعد تقول احنا كلنا طبعا مو فاهمين اكثرنا يعني، بس يمكن محمد، فاحنا كنا كذي معاك يعني، احنا تعبنا بالبداية، بس للحين انا مو فاهم شنو معناته هذا. يعني شلون تبرمجها الكلمه؟ قاعد تورينا وزن. هو انا بالنسبه لي اكثر شيء اللحن. اذا حسيته قاعد يعني يوصل لي ابي من كستايل توزيع، يعني انا عشان اسوي التوزيع كايقاع وكاصوات داخل موجوده وفكتات وكذي، وانت خمسه بعد مو واحد. لا يعني انا بالنسبه لي هي مو العدد، الجمله اذا اي احد سمعها انتبه، انا هذا اهم شيء عندي، انه شنو هذا؟ هني انا ابي، هذا اللي ابي. فانت شلون تشد انتباه الناس؟ ما تسوي شيء يعني انت قاعد تقول لي شنو هذا اللي هو احنا نسميه احنا ايقاع او التيمبو، يعني عشان تمشون على التيمبو انا قاعد اقول لكم الوزن. بس فانت يعني انتم اول مره تدشون استوديو، نفس ما احنا اول مره داشين عندكم هني، مو عارفين الكاميرات شلون. وين الكاميرات اللي كانت؟ بدر واحمد. تدري ايش اللي كان؟ لحظه ثواني، تدري ايش اللي كان يضحكني اكثر شيء حتى لما شفته بالتقرير ضحكت؟ لا، لاني ذكرت كان بدر قاعد ويانا داخل الغرفه، يعني يم المايك قاعد يعلمنا، منو قاعد الطرف الثاني؟ احمد. فاثنيناتهم واحد داخل مبتلش فينا وهذاك مبتلش فينا من برا، فيطالعون بعض، ها اوكي، يقول لا بعد، ويقعد يعلمنا، بعدين يقول ها اوكي، يقول لا بعد، وعلى كذي خايف. هو يومه كان يبي يعتزل مهنه، كان قال بس انا بعدكم خلاص كل اللي بمخي. لا هي على فكره احنا اسهل من غيرنا، هم يواجهون صعوبات اكثر مع الفنانين الكبار، انهم يبون يسوون لهم شيء بروفيشنال، بس بطريقه ما انه يشوفوا احنا مو مغنيين، احنا اذا رحنا وردينا احنا نعتبر مذيعين مؤدين، بس اللحن لازم يكون بطريقه صح. احنا قاعد نقول لكن بالزبط. مثلا شوف تعبهم مع المطربين، كلمنا عليكم احد المتاعب. هو انتم يعني معذورين فعلا، ومش الموضوع ما هواش بسهوله. في نقطه جدا ناس بتجهلها، هو
اي حد بيقول لك ايه يعني مايكروفون حلبس الهيدفون اقف قدامه. انا كنت حاطه بمخي كذي. في ناس كثير جدا بس في تفضلي. طبعا انت ما بدك تحكي عنهم، انت طبعا ما تحكي عني كنت على نجمه. لا انت عايزه حلقه لوحدك اساسا. انت المقصوده يا استاذ مشعل. المتاعب اللي واجهتها معاهم مع المدير. طبعا طبعا. لا انت من البروفيشنال يعني مش حنقدر. لسه ما شفتني يا لسه يا جتك وحده رابي ستايل شوفها ساره طبعا جديده. هذا راح نجيب لك اياها ان شاء الله بالطريق. يلا اسرار يا دورك دشت عياره حدي. يلا باي. يا ريت اتقالت بالسهوله دي. لا اتقالت كتير قوي، اتسجلت بتاع كم مشروب طاقه يلكي. اتسجلت كتير ونسكافيه وميه وينسون وحاجات كتير طردتهم برا وسكروا لها ليتات تخيلوا وقفل النور ماي. طردتيني كنت بالغرفه اللي قدامك وبالاخير بدر اللي قالها طردتني. انا يعطيك العافيه بدر. اصغر وحده انا زي وحده زي بريتني سبيرز مثلا اللي يقولوا عليها صوتها مو حلو بس صوتها كله طالع بالازارير. ازارير صح. يعني انت تؤيد انه اي احد يغني حتى لو صوته مو حلو بس انه لا 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 الاغنيه حلوه؟ لا لا مش صح على فكره. الموضوع ده ما هوش صحيح زي ما الناس فاكره يعني او بقت شائعه. اي حد دلوقتي بيغني عشان في الاجهزه بتساعده او صح. يا جماعه الفنان فنان بالظبط. الفنان فنان يعني مش هينفع انه واحد نجيبه كده غني. ما هو فن ما هواش جواه. ايه احمد بس شنو موضوع الفيجاس لايت؟ الفيجاس لايت ده حاجه موجوده في الميكسر. اوكي. توصيه على سؤال الظاهر كده. الفيجاس لايت ده كله خضله مثلنا. حاجه موجوده في الميكسر. انت عرفت من منه طبعا السؤال. بيعمل تيست. هو لا غير جراندايزر غير بيعمل تيست على الفيدرز وعلى الليدز كلها والانوار كلها اللي موجوده على الميكسر على اساس اني اعرف الميكسر دلوقتي فيه علامات مثلا بتطلع عشان اعرف الليفل بتاع مثلا الصوت ده عالي او واطي. فبيكون مثلا بالاخضر وبعد كده بيوصل لمرحله اللي هي الاصفر وبعد كده اللي هو اعلى حاجه بيخش في الاحمر. فانا لو الليدز دول الانوار دول تعطلت انا مش هعرف الصوت. بالظبط. فده تيست بيتعمل للميكسر اسمه فيجاس. التيست اسمه فيجاس. فبيعمل هو مسمينه كده عشان بيعمل شكل زي مدينة فيجاس الأمريكية. لو حد شافها من الطيارة بتبقى بتعمل ديسك لايت كده. طبعا احنا انا بالنسبة لي مو مطرب. مستحيل اكون مطرب حتى بعالم الخيال. ما اصير ما فيش حاجة بعيدة عن ربنا يعني. صح عن ربنا. ممكن تنزل لي البوم ريبورت يعني مع الرجل الآلي. لحظة يا قادر شلون قدرنا يعني قدرتوا طبعا قدرتوا جبت بعد واحدة انا مسوي عمليه. سلامات. فشلون قدرتوا بالمواد مالتك الانسترومنت مالتك قدرت تسوي شيء من لا شيء تخفف السين مثلا يعني؟ انا عندي السين قاعد اسمع الاغنيه بصراحه انا قمت استانس زين. انا قاعد اقول مؤدي بس قاعد استانس يعني قاعد اقول انا تيو تكنولوجي ومدخل صوت ومطالعه وكذي يعني كأنك حودني. في ناس يقولك هذا المغزى من السؤال شنو؟ يعني في ناس يقولك ما عنده صوت ما عنده شيء بس يقول لك ابيك والله تسويني مطرب. مروا عليك ناس كذي؟ مش بالصوره دي. يعني 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 انا مثلا اخد منك 60% اقدر اضيف 40، اخد منك 70 اضيف 30، لكن العكس مش صحيح. كيف خدت منك؟ لا ما هو انا بقول لك يعني انا عشان كده خليتكم يعني انا عشان كده انت سويت معجزه مع نواف خليت 20 وضفت 80 بدر حبيبي عشان كده انتوا قعدتوا عدتوا كتير 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 عشان ناخد في النهايه اوكي دي اوكي خلاص ناخدها ودي اوكي. فاهم ازاي؟ هاي خلينا بصراحه شيء ممتاز وانتوا طبعا تشكرون عليه. بدر انا بسالك سؤال طبعا وهو وايد يعني شاغل بالي انه ما شاء الله عليك انت الحين توك مخلص من اغنيه سويتها مع الفنان حمود ناصر ما شاء الله عليك يعني ابدعت فيها حدثنا عنها. حسسنا محمد برنامج يعني عطى شيء حصل حق القادر مشاهدين.
حدثنا عن التجربه الفنيه والمساعده. لحظه شوي لحظه. واجهتك محمود ناصر. ابص ذا انت. اي هذا قادرينج. استنى انت القادرينج وبتاع اسكتي انت والاسود اللي لابسه لانه شكلك خنقاني من امبارح الصبح. يلا تفضل. حدثنا عن تجربتك مع محمود ناصر. تفضل. اوكي. قطع عليك يا بنت بلاش تديكي بالبطاطا بعينك. الحين يقول لكم ان شاء الله حدثكم عاد. اي صح. انت اسكت يا رمضان. انا مع حمود من زمان. يعني انا حمود اعرفه من سنه 96. كنت انا ماسك فرقته. بعدين انا وخرت عن حفلات اللايف كعازف ويعني قررت اني انا اصير موزع لان هذا حلمي يعني اوكي فبلشت ما اشتغل مع حمود ما اشتغل ما اشتغل ما اشتغل ما اشتغل لان ما سمع شغلي تو بالالبوم هذا قال لي ابي اشتغل معك وابي اعطيك لحن وما راح اسمعه الا لما تخلص الاغنيه كلها قلت له ماشي فهذه بالنسبة لي يعني صديق وسويت له صراحة شيء وايد خيالي واو أنا صراحة يعني للأمانة ما شاء الله الأغنية وايد حلوة زين سويت أعمال بعد وايد حدثنا عن الأعمال اللي حق الفنانين وايد آخر شيء تبي مثلاً ولا إيه؟ أول شيء الأعمالك اللي تو الحين يعني قاعد تحس إن أنت قاعد تسوي بصمة فيها أنا ترى أعتز بكل أعمالي ما شاء الله عليك بس لا إيه؟ في واحد آخر خاص بالنسبة لك واحد كلهم مميز لا ما حدثنا عن الشعر الاكسبيرينس لك شيء يخوفك ما تقدر تصيد منه ولا شيء لا لا والله يعني أنا بروح الله يبارك يعرف قدر نفسه هو واثق من نفسه لا لا هو أكيد واثق من نفسه بس أنا هني راح جاوبني هذا قول لي أنت تحب التكنولوجيا ولا أحب التكنولوجيا أوكي زين فسؤال يعني عادي اشتغل انت تموت على التكنولوجيا بعد ما لا لا تقول لي التكنولوجيا لا التكنولوجيا لا انا ماك اختصار الموضوع ماك اليوم عاد فقرتي التكنولوجيا راح اسوي مقارنه طبعا بين جهازك اللي تحبه وجهاز ثاني طبعا انت طاري التفاح ابيك انا زين ففي سؤال كذي يعني ببالي منو اشهر الناس يعني المطربين اللي اشتغلت معهم؟ عاد جاوب لا حتى الحين ما راح يقدر يجاوب لا يجاوب يعني هي من الناس هو اشتغلت وياهم غير قادرينج لا يعني في شغل لا شوف شوف خليني اقول لك انا الاسامي تبع الاسامي اللي يعني كل الناس عرفها وايد اشتغلت مع فنان بشار الشبطي اشتغلت مع فنان محمد داوود اشتغلت مع فنانه مرام اشتغلت مع الفنان نبيل شعيل اشتغلت مع فرقه ميامي اشتغلت مع فرقه جيتاره على ناشطه رجيمه يعني وايد ما شاء الله بس الاسامي اللي قالها يعني بدر تدري شنو انت اشتغلت مع فنانين وبنفس الوقت مع فرق والفرق هم معروفه يعني اساميها ما شاء الله يعني وايد وايد الناس تحبها على مستوى الخليج وعلى مستوى يعني المشرق العربي وهذا بس انه مثلا شنو انت طموحك ان انت يعني سويت الحين هالاعمال هذه لوين بدر كرم يبي يوصل يسوي عمل حق شخص مثلا هو يحلم انه يسوي له بس ما كنت اتوقع انه مات هو مين ده؟ لا يعني انه مايكل جاكسون اكيد يعني هذا بس مات اي بس ماكو يعني هو بعد مايكل انا بالنسبه لي يعني ما في مثله لانه انسان مبدع ميوزك بس هو تفكيره دائما بالميوزك ما له شغل ولا شيء بالارض الا الميوزك بس تفكيره شلون يصير مميز يعني لما ينزل البوم يظل سنين صح يحاول يطلع شيء خاص فيه ليومك هذا كل البومات قاعد تنباع يعني البومات اللي بالسبعينات و ثريلر مثلا 1983 اعتقد نزل ايه للحين قاعد ينباع الاسبوع اللي طاف قلت لهم اكثر انسان ميت قاعد يطلع فلوس الحين زادت مبيعاته بعدين يعني زين يعني لا لا وين فلس؟ فلس مات الرجال فلس و طبعا انا بقول لكم شغله قادرين تعرفون ان انا احبكم وانتم اخواني فما اخش عنكم ترى بدر قال انه وده يغني اغني عندهم بالاستديو بس انا ما حبيت اكسر فيكم لان قلت له صراحه من غيركم انا ما راح اغني كان اعطاني عرض وايد حلو اني انا اغني لا لا اسوي لك البوم البوم فاضي بس تقول بدايته تش ونهايته توت وهم في تون انا راضيه اني اصير عرفتوا اللي لما احد يغني يصير www.music.com انا راضيه حصريا انا راضيه كذي انتم تستنون انا صوتي راضيه لحظه لحظه انا يعني لما انت كنت تعلمنا زين انا شفت شغله ان صوتك بصراحه حلو اي وانت عندك إيه المواد كلها المواد انا غرت نزل لك اول ما ينام عضلنا ليش شوف في فرق بين المطرب وفي فرق بين واحد يحس الجمله اللي يحس الجمله غير المطرب المطرب لازم يكون متمكن تتوقع ان انت ما حسيت الجمله لا, لا انا احس الجمله انا احس الجمله انه هو ملحن اساسا لا يعني عشان اوصل لك لازم احببك بالجمله اللي انا ملحنها بطريقتي انا بشخصيتي زين اذا صوتك ما كان حلو
صرت في ملحن؟ في ملحنين بس في طرق يوصلون فيها اللحن يعني عود بقى اي يعني ممكن يسوي لحد على الايقاع صعبين ولا مش في على الايقاع لا يعني الحين يعني الشيء صار سهل قبل لازم عود واعزف واغني الحين في اجهزه بسيطه ما تكلف ولا شيء اركب صوتي بصدى بكل شيء واحط ايقاع وكل شيء